السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد يا جماعه. النهارده جبنا لكم اللعبه ال 95 مليون مصري طلبوها مننا، بيس. هنلعب بيس يا جماعه، هنلعب اللي هي بلاي ستيشن، اللي هي كوره يا باشا. نور يا حبيبي، اللي هي الكوره يا جماعه، البلاي ستيشن، البيس. هو محمد ياسين فين؟ ها؟ محمد ياسين فين؟ ما عنده مشوار. استاذ رشدي يا باظة، مش ممكن والله العظيم. ملاك وشيطان صح؟ ممكن عزت نفس الطاقية. محمد ياسين فين؟ في مشوار. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده جايبين اللعبة اللي هنلعب بيس يا جماعة، أقسم بالله مش هينفع كده من أولها. حبيبي يا ممكن عزت. الدراع غالي والله. هنلعب يا جماعه بيس، واللعبه المنتصره. مش هنطول عليكم لان احنا هنلعب ماتش لحاله فالوقت طويل، وطبعا احنا بنلعب بيس عشان احنا بتنفخ في وعينه مضروبه يا عم. فين انت؟ فين ممكن عزك؟ اضحك برضه ولا اقول لامه ايه ده؟ هنلعب بيس، يلا هنلعب بيس. يلا بينا. وطبعا يا جماعه لو انت قاعد في درجات الدرجه الثالثه هتلاقي ريال مدريد اللي هو انا على اليمين، على الشمال قصدي، وهتلاقي محمود على اليمين. ولو انت قاعد بتتفرج على قناه سي بي سي مش هتشوف حاجه لان الماتش مش متذاع. يلا بينا. يلا انا بلعب بريال مدريد يا جماعه، ومحمود بيلعب ببرشلونه. برشلونه ايوه اهو. ايوه ده بلاش ميسي بس بقى يا غبي. اي رياكشنات عجيبه تشوفوها عدي، لان انا الرياكشن بيبقى كده وانا بلعب اي حاجه فيها بتاع ده. من اول دقيقه اقسم بالله. لا استارت ايه ده؟ الذل بقى. نتفرج على الاعاده بعد اذنك. ونعيدها من الزاويه البعيده. بص الكوره عجيبه يا جماعه. الكوره اجوان. بص يا خبر ابيض. في الركن البعيد الهادي. وطبعا زي ما احنا عارفين انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. اديني بقى رد سريع ان شاء الله باذن الله. مين ده؟ مين؟ انا مش شايف يا جماعه. جول. دي وليد. ايوه العب وليد. رد السريع ده التاني هيلسوعك دلوقتي. هتلسوعك. انا اقول لك طيب كلاسيكو بين برشلونه ولا ريال مدريد. اقسم بالله يا زول وربنا زول. الحمد لله. مين اللي بيحكم؟ سامر عثمان ولا انت؟ انت خطط حدود ال 18 ال انت ايش بتعمله؟ ما بتعرفش انت تقلد ايه؟ وحش اهو بس. اوب لا خد ادوه هدوه هجيبه لك في شويه يا حبيب قلبي. ايوه ما بتعرفوش تلعبوها. بتلعبوها ليه؟ حدود ال 18 البرتغاليه. مربع العمليات مصطفى حب. مين اللي بيقول كده؟ محمد. مربع العمليات مين؟ ايمن الكاشف. مين يا جماعه اللي دايما لما الكوره بتبقى في 18 بيقول مربع العمليات؟ مين؟ كريستيانو ده. الناس اللي متابعه الكوره يا جماعه على اليوتيوب. بعد ما احكي لكم حكايه كريستيانو احكي لكم حكايه الغرفيه. ايوه اهو. زل السنين. ايه هزلك؟ اقسم بالله هزلك. انت اللي هتتزل. محدش يقدر يزل. انت اللي هتتزل. مين ده اللي ده انا دعاكه برجلي؟ مين ده اللي مات؟ انت مع عبيط ولا محمد رمزي؟ والله لا تشوف محمد. محمد رمزي برضه. زو اللي انت قلته ده. انت قلت حاجه غلط. حبيت مصر دلوقتي عشان جبت جول. ولا تفرق معايا
وبعدين نبدا يعني. بص من كتر ما قفل المقص انا اصلا ما ايوه في المقص بقى ولا في جون من كتر ما جاب المقص انا نسيت اصلا ان هو مقص وحش وحش بقى فكك مني مقص وحش قوي مقص وحش خالص. جون موظفين جون موظفين مفيش بقى محمد انسى بقى بس خلاص مفيش ان شاء الله حلو. بص مسموح لك تيجي شوت ولا مسموح لك تيجي عند 18 عادي اللي هو العادي يعني لكن كده متعصبنيش انا لما بتعادل بتعصب. نو نو واي ايه يا جدعان انتوا ما في ايه ان شاء الله الماتش بتاع الماتش ابيض ان شاء الله ابيض Xabi Alonso got it. Foul there. He can give it. Real Madrid with a set piece. اللي بنا بنا مصر كان في الأصل حلواني. اتنين في الدوري الأسباني مش عادي يعني هنلعب في الدوري المصري يعني يا محمود. قصاد كل الظروف نتحدى. اه انت قصدك على الأغنية يعني؟ يا عم عادي نغني الاغنيه نخليها حاجه ثانيه اللي هو مثلا ايه اللي بنا بنا اسبانيا كان في الاصل اسباني يعني ماشي بقى في العرض دي في الاصل بيلعب مصالح في العرض لا خلاص في العرض الكوره رجعت في الملعب والله يا جدعان هو هو اللي حصل هو عادي طبعا كان بتاع ده اه فوجو فاول سريع يعني يا جماعه ده فوجو يا جدعان مش هينفع افضل الاسلوب ده حكم عمل فاول سريع تقريبا يا عم دي كانت ضربه مرمى اوه الثاني معلش افرح يالا افرح يالا وحشتنا الفرحه يالا افرح وعيد الجون برق ابو تريكا 22 انا مش عارف اصلا مين اللي بيلعب في ريال مدريد بس شغال يا اخي زعلت يا حمود انا مجرد فرحه يعني مش بذلك والله لا مش بذلك انت عارف انا جايب جون اصلا خمس يعني وجايب اثنين ماشي يعني True and still going. اعمل اي حركه بقى شوت بره شوت بره برافو برافو الولد ده من ولادي يا عم العب بعيد Alexis Sanchez the balls with Xabi Alexis والله ماتش للتاريخ ماتش للتاريخ اللعيبه بتاعته واضح ان المدربين على الحركه مدربوا مع الحركه دي كتير يجي عند الجون يروح يشتم ما تعرفوش تلعبوها بتنيلوها ليه؟ بتنيلوها ليه؟ ايوه العبره في الكوبايه الثالث هوبا الله ليه بس الذكريات دي اللي تقلب يلي الماتش وانا اللي هجمه معايا بس اجانب يا جماعه مش زينا الشمس النور مش الرسم العبور التالت يلا وفرح امك وعيالك يلا التالت يا ولد مين ده بيبي؟ في لعيب اسمه بيبي والله في الفيلم ده اللي هو بيتخانق على طول ده وين هي جونا جو؟ يا مرة زيوة
اسمه ايه؟ يا ماما دي زي واو. يا ماما دي زي واو؟ مش هشيلها على فكره، وحط لكم صوره الوزير ده لو في واحد اسمه كده هحط لكم صورته على وشه. هو وشه مع وزير سيني. ياباني يا عم. ياباني. هو اليابان ما فيهاش يا ماما كوكو كوكو واو ولا انت بقى هتنزل بقى الدكتور السعودي اللي هو بس بقى مش هينفع. مش حاجه. ايوه. ده باكستاني يا ماما. ماليش لاعب. ايوه. ماليش راجع. استنى بس خلينا نركز في ام المباراه. شوف الدكتوره والله ما هو ده اسمه خداع استراتيجي. لا ده انا عندي عين في وشي. في جون جاي دلوقتي ان شاء الله. مفيش جون جايه الا من اوف سايد. اوف سايد يا حرام يا لس. كل الجون اوف سايد يا لس يا راجل. كل جون اوف سايد هو عدوها. وزع يا ابني والله ماليش فيها. مالكش فيها. بت انا مش عارف الماتشات اللي هي بتاعت بيبقى عليها شويه. يورو زيرو يورو زيرو. مش حافظ الكلام. يا خبر ابيض. مش معقوله. مش ممكن يا جماعه. انا براعب نفسي ولا ايه؟ مش هينفع. كنا لعبنا بقى الكمبيوتر وخلاص. صوتك عالي وانت صوتك واطي عشان مغلوب. الحق دايما صوته عالي. انا هعلي صوتي. وطي صوتك انت. تعلموها بقى يعني. مش عارف. واضح ان الماتش ده رايح على سكه مش حلوه. وشكله كده هيبقى 6-1 وفي ناس هتزعل مننا. اللي بنا انا ليه معلقه في دماغي الاغنيه دي بتاع اللي بنا مصر دي. ان شاء الله بعون الله. كل الناس بتقول يا رب. الرابع طب بس انت بالله عليك. بص عليها. بص انت بتضايقني. ايوه ماشي دوش. يعني دوش في الهجمه بتاعتك. طيب سمي الاهلي. مين اللي جاب جول؟ مين اللي جاب جول؟ بس ما ربنا كرمه عشان جه مصر. ربنا فتحها عليه عشان نتصور في الهرم. تصوري مع بعض. نتصوري مع بعض زي انت وموسي. حطها محمود الصور يا جماعه مع ميسي. هحط لكم الصوره دي. هتلاقوا الصوره على وش محمود دلوقتي. هيقول ان فوتوشوب اكيد ما بيفهمش حاجه. لا هو اللي يقول ان هي فوتوشوب اكيد غيران ان هو ما اتصورش مع ميسي. عشان الشمس باينه واضحه جدا ان احنا الاثنين واقفين في الشمس والشمس ورانا يعني باينه قوي ان احنا حقيقيين. اللي هيقول ان احنا فوتوشوب. على فكره انا اللي مصور الصوره. عشان تكونوا فاهمين. بس انا ما رضيتش اتصور مع ميسي لان كنت تعبان وقلت له معلش شكلي مرهق وهطلع في الصوره مرهق مره يعني ليا فانز وكده مش هينفع. انا بصراحه هو اللي طلب اصلا يعني. انت لو ركزت في الصوره هتلاقيني متهنج شويه فيها. او كان متضايق اللي هو خلص بقى يا ميسي انا عايز نروح نتعشى نتغدى كشري. انا واخد هدف مش فاضيين بصراحه. هو ده خداع استراتيجي. روح مع الموضوع وانا ركز في اللعب. هو ده اللي كفايه. هو ده خداع. تلعب بايد واحده. بايد واحده. انسى في رجاله في الدفاع. في رجاله. انا مش بلعب ببلديه المحل يعني. انت خليك صاحي شويه. الماتش ده
علبي والله ماتش اسطوره والله يا جماعه. اخلص 5-3 والله ماتش اسطوري. اخلص 5-3 6-3 مفيش بقى مفيش عندك معندكش تاني. ليه؟ خلاص ياسين مين؟ ياسين ضحك عليه احنا اللي جايين. الخير كتير. لا احنا ما عندناش خلاص في مصر برشلونه دلوقتي ياسين مين؟ لا ياسين راحت عليك خلاص. طبعا شوف ولسه الدقايق بين نص التاني طبعا ان شاء الله مش هتعادل تاني. ان انا اكتر حاجه عارف لو مغلوب ما اتضايقش. اتضايق لو اهو ليه الادب Barcelona with a free kick. Listen, when you're a goal down, you'll be glad of any free kick situation. This is a real chance. ماتش مدريد يا جماعه ان شاء الله. بص هنا اللي هو بص يعني حبه التناجه في اللعب اللي هو انا بلعبه وبص. طب ماشي بص الكاميرا وخليك بقى كده. اه ما انت هو المغلوب دايما بيبقى سايبها بركاوي جدا. اه يقعد يقول لك انا مش ببص والجون اللي انا جبته ده بسبعه اجوان والشغل بتاع الناس دي. بص استنى ما اعرفش اطلع الجون دلوقتي. بص الكوره معايا اصلا. شفت اخر التراك وحشه. اجري خلصت فيك الكلام يا ابني. 3-2 روح رياضيه يا جماعه روح رياضيه. شوفوا يا جماعه انا مديله ايدي وانا المنتصر بمديله ايدي. هو مديله ايدي عشان السلام وهو بيرفض السلام مع ان السلام لله. بيسلم بتناجى ومع ان هو مغلوب. طب ليكم الحكم بقى يا جماعه ليكم الحكم بس بعد اذنكم بعد اذنكم. هاشتاج سكر بره روح رياضيه محمود رمضان بتنجانه مقليه اي حاجه يعني محمود وحش. لا يا عم عادي. لا 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 محمود كده على كده علمت على محمود في لا لا شرطة الأخلاق بتقول لك أنت بره. فعشان تبقى فاهم يعني عشان تبقى فاهم. وبكده يا جماعة خلص الفيديو بتاع النهاردة وخلص الماتش الأسطوري اللي كلكم كنتوا مستنيينه. لو عجبكم الفيديو ده وعايزين نعمل فيديوهات تانية جيمنج اقترح علينا أي لعبة نفسك إن احنا نلعبها. وتحت الفيديو هتلاقي لينك البيج بتاعتنا اعمل لنا لايك وتفاعل معانا عليها. وهتلاقي لينك الانستجرام بتاعي عشان نتكلم سوا. وهتلاقي لينك القناة بتاع محمود لو حابب إن أنت تتفرج على الفيديوهات اللي هو بينزلها وتعملوا سبسكرايب. اعملوا سبسكرايب بس احنا هنلعب ماتش تاني ونشوفكم في فيديو تاني. وما تنسوش إن احنا ما بنخافش. ويلا بينا يلا بينا. السلام عليكم. Oi!